السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد الأستاذ مراد إيدر في وحدة جديدة لكونتابيليتي أناليتيك الخاصة بسمستر 3. إذن في الفيديو ديال اليوم ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نهضر لكم على لكونتابيليتي أناليتيك باعتبارها هي واحد لو مود دو تريتمون ديال لي دوني فينونسيير اللي عندهم واحد لوبجيكتيف لي هو ديال ليكسبليكاسيون ديال ديك الريزولتا اللي كتعطى ليا دون مانيير جلوبال في لكونتابيليتي جينيرال. علاش؟ حيت لا فيزيون ديال لونتربريز او نيفو ديال لا كونتابيليتي جينيرال اي لي بريزونت هذوك لو ريزولتا ديال لي برودوي موان لي شارج دون مانيير جلوبال، اللي ما كتخليناش نتعرفوا على الريزولتا منين جايه بالضبط، في اي برودوي انا كنربح اكثر، في اي برودوي انا كنخسر الى اخره. دونك هاد لا كونتابيليتي اناليتيك لوبجيكتيف برينسيبال ديالها هو انه ديتيرميني او ديتاي، تعطيني واحد الفيزيون ديتاي على شاك اكتيفيتي كديرها لونتربريز. وهي واحد تكنيك اللي كتيدونتيفي ليا كاع لي كول اللي كنخدموا بهم او نيفو ديال كاع لي فونكسيون ولي سيرفيس اللي خدامين بهم او سان دو لونتربريز، سواء كانت مثلا لا فونكسيون دو برودكسيون ولا كوميرسياليزاسيون ديال الفونت ولا ديستريبيسيون، يعني كاع في اي سيرفيس كنعرفوا لي كول اللي كنخسروا. وايضا هي واحد اوتيل دو بيلوتاج دون لونتربريز. ايضا لا كونتابيليتي اناليتيك كتمكنني من انني نقدر نيفاليوي لي زيليمون دو بيلون اللي عندي في لاكتيف سيكولون. بالضبط هنا كنهضر على ليفاليواسيون ديال لي ستوك، يعني كنهضروا على غنشوفوهم ان شاء الله. دونك وكتبازي حتى هي على لي بريفيزيون، حيت هي لا كونتابيليتي اناليتيك واحد الاوتيل لي برينسيبال كي ايد لو كونترولور دي جيستيون ولا لو كونترولور دي بيدجيتير انه ديتيرميني و رياليزي و اكسبليكي بزاف ديال لي زيكار و ديال لا ديفيرونسياسيون يعني انتر تو سكي بريفيزيونيل اي ريال. هادشي غنشوفو ايضا. دونك هادشي كامل غنتعرف عليه في لا كونتابيليتي اناليتيك. دونك شنو غادي نقولو بالنسبه لا كونتابيليتي اناليتيك؟ عندها دي ليميت باغ كونتخ لا كونتابيليتي جينيرال. علاش؟ La comptabilité générale considère l'entreprise dans son ensemble et décrit les relations avec son environnement externe. هنا قال لك سيدي لا كونتابيليتي جينيرال كتهتم لينا باكثر، يعني بلي ريلاسيون اكسترن، يعني لا كونتابيليتي جينيرال كتشوف لا ريلاسيون ديالنا مع الفورنيسور، مع الكليون، مع مثلا لا بانك، يعني كنشوفوا لي ريلاسيون اكسترن اي سون بروندر ان كونسيديراسيون لي فلي انترن، يعني ما كتشوفش ليا داكشي اللي كيطرا وسط الشركه، ما كتشوفوش، ما كتسوقش ليها. هذه هي لا كونتابيليتي جينيرال. D'une forme juridique, il est destiné à informer les dirigeants, les tiers, sur la situation financière de l'entreprise par l'établissement des états de synthèse. Alors, la comptabilité générale, il y a un outil d'information qui les dirigeants ou les représentants de l'établissement ou de la société à la situation financière de l'entreprise à partir des états de synthèse les FNA, la comptabilité générale. La comptabilité générale كدير ليا لا ديتيرميناسيون ديال واحد ريزولتا جلوبال باغ لا كونفرونطاسيون ديال لي شارج اي برودوي دو ليكزيرسيس كونطابل. الوغ انا في اي اكزيرسيس باغي نعرف الريزولتا اللي كنربح كناخدو لي برودوي كنقسم لهم لي شارج، هادي كتسمى ريزولتا جلوبال. دونك نامبورت با دي زانفورماسيون سيفيزون او جيستيونير دو لونتربريز بور بروندر لي ديسيزيون. انا كجيستيونير، انا كريبريزونتون، انا كادمينستراتور ما نقدرش ناخد دونك كيف قلت لكم فاش كنهضروا على يعني هنايا انا كريبريزونطون ولا كادمينستراتور ما نقدرش ناخذ واحد ديسيزيون ابارتير من واحد مثلا الريزولتا اللي هي جلوبال. داكشي علاش قلنا انا ولا كونتابيليتي جينيرال ما كاتش اون بروندر با كونسيديراسيون لي ديتاي اللي متعلقين منين جبت انا هذيك الريزولتا. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي باش نفهموا اكثر لي ليميت ديال لا كونتابيليتي جينيرال غنخدموهم بهاد لابليكاسيون. Yalla, je vous mets bien. L'entreprise Alpha est une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits X et Y. بالنسبه لهاد لي دو برودوي الا بغيت نعرف انا اش كنربح في كل برودوي ولا غنعرف غنربح في لي برودوي توتال بجوج، يعني نعرف لي شارج لي برودوي ديالهم بجوج، حيت حنا في لا كونطابيليتي جينيرال ما غاديش يقول لي شحال كنربحوا في اكس وشحال كنربحوا في ايكغيك، انما السؤال غيقول لي كالكولي لو ريزولتا دو لونتربريز الفا. لو ريزولتا هي لي برودوي موا لي شارج. سي بون، عندي اشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور 450 درهم، عندي لي شارج بيرسونيل 150 درهم، عندي لي دوتاسيون ديكسبلوطاسيون سو سون دي شارج كالكولي 80 درهم، عندي اوتخو شارج ديكسبلوطاسيون 20 درهم. الا جمعنا هادشي شحال تقريبا 80 20 100 200 300 تقريبا 700. وهنا عندي لي فونت دي برودوي 650. الوغ شوفوا معايا هنايا
هنا ها هي هي هذيك لو ريزولتا هما لي برودوي موان لي شارج 650 ديال لي فونت ناقص 700 ديال لي شارج تعطيني 50000 درهم. اذا السؤال الثاني هو قال لي غيقول لي كومونتي لي يعني شنو هو لو برودوي اللي انا كنربح فيه اكثر، وشكون هو لو برودوي بلو رونطابل، واش اكس واي. ولكن انايا راني خدمت بلا ماتيير ولا بلا مانيير ديال لا كونتابيليتي جينيرال. هنا راه الكونتابيليتي جينيرال نو بيرميت با دو كونيتر لو ريجون ديال ريزولتا. Voilà, ce résultat est global et ne permet pas de déterminer quel est le produit qui est responsable de cette perte. On a une perte. Voilà, qu'il me semble d'ailleurs à n'importe quelle perte. Cette perte, elle a été, mettons, résulte par, mettons, les deux produits à la fois ou la un des produits. Alors, un des produits, probablement, peut-être qu'on peut gagner dessus ou l'autre qu'on perd dessus. Donc, afin de connaître l'origine du résultat, les dirigeants doivent mettre en place une comptabilité analytique. C'est bon. شنو هي لا كونتابيليتي اناليتيك؟ هي واحد سيستيم دانفورماسيون انترن باغ كونتخ لا كونتابيليتي جينيرال اكسترن ديستيني ا كونتيفي لي فلي انترن اي كونترولي لي كونسوماسيون انترن انسي كو لي ديستيناسيون لور ديستيناسيون ريبوندر او كيستيون سويفون كي كونسوم كوا اي كومبيان كي برودوي كوا كومبيان اي كومون. Donc la comptabilité analytique, il y a le mode de traitement des données qui figurent qui a pris analyse, qui a analysé une base de traitement, qui a reclassement par destination, à la fonction des charges, ou est-ce que ce sont des charges directes ou indirectes, et des produits de la comptabilité générale. Dans les objectifs essentiels sont les suivants. Finalement, les objectifs de la comptabilité analytique, connaître les coûts différentes fonctions assumées par l'entreprise. نعرف لي كول اللي كدير لونتربريز او نيفو ديال كوميرسياليزاسيون ديال لا برودكسيون او ديال ديستريبيسيون. اكسبليكي لو ريزولتا ان كالكولون لي كو دي برودوي بور لي كومباري او بري دو فونت كوريسبوندون. انا واحد البرودكسيون غادي نبيعها يعني عندي بري دو فونت، انا بعدا نحسب لو كود برودكسيون. الوغ الى حسبت كود برودكسيون موان بري دو فونت غيعطيني بطبيعه الحال شحال لا ديفيرونس بيناتهم. اذا هادشي علاش كنكسبليكي وكنكالكولي هاد الريزولتا. L'établissement des prévisions de charges et des produits courants. Attirant chevaux la suite de la comptabilité analytique, l'équipe la comptabilité générale. La on constate la réalisation et expliquer les écarts qui en résultent. Yani, on a qu'un constater chenouille les réels faits. Yani, la réalisation chenouille d'air. Ou qu'on explique l'écart entre tout ce qui est prévisionné. Par exemple, qu'un goal pour produire ou la fabriquer la quantité X. Neuf, la quantité X. راه مثلا في اون بريفي كو لا كونسوماسيون دو ماتيغ بروميير 1000 كيلوغرام، ولكن ريالمون باش نبرودوي هذيك لا كونتيتي اكس راه لقينا انني كونسوميت 1500. دونك هادي ايكار دي فافورابل. سي بون باينه واضحه. دونك دوزو دابا لا بارتي تالتة ديال لي زوبجيكتيف دو كونتابيتي اناليتيك. ديكري لي زيفينمون كي سو برودويزون ا لانتيريور دو لونتربريز. باغ دابا هاد الشيء ما غتوضح ليا هادي لونتربريز. فوالا L'entreprise, nous qu'a dit, la production à partir de âge, mais les biens et les services, ou les matières premières, et la chaleur, ou là, à la sabouche, qu'a dit la commercialisation. Et là, qui m'a donné la comptabilité générale, qu'a dit tout ce qui est externe à l'entreprise. Hi, y'a bra. Comptabilité générale, qu'a dit maintenant, ou qu'est-ce que tu me dis, là? Ou là, qui est le processus de la production, de la, donc, le produit. Et là, qu'a dit la comptabilité analytique. Donc la comptabilité analytique fournit des informations correspondant aux besoins d'analyse propre de l'entreprise. La comptabilité analytique fournit des informations fréquemment et rapidement. Yani, fais-je qu'on goulot fréquemment et rapidement, yani, chaque, yani, yani, mais c'est pertinent, voilà qu'une fréquemment. Yani, chaque DM ou rapidement. La comptabilité analytique peut décrire l'avenir et ensuite comparer les réalisations et aux prévisions. Fournit la direction des informations préalables afin que ceux-ci prennent ces décisions et exercent son pouvoir de contrôle. Alors, le contrôle gestion est l'outil de pilotage au niveau de l'entreprise. كنعرف كنكالكولي كنمتر كندير تريتمون كنانليزي هادوك لي كو كلشي كنعطي دي زانفورماسيون بريالابل ا لونتروب لي ديريجون ديال لونتربريز باش يبروندر اون بروندر كونسيديراسيون هاد لي كو لي عندي باش يكون عندهم داك لو بوفوار دو كونترول ولا باش يكون عندهم ديك بروندر دي ديسيزيون لي هما ايفيكاس بطبيعه الحال. دوزو لحاجه اخرى اللي هي
لوبجيكتيف دو لا كونتابيليتي اناليتيك باش نعرفوا هنا الفرق بين قبيله ودابا. شوف معايا مزيان، عندي هنايا بور ميو كونترولي لا جيستيون دو سون انتربريز لي ديريجون دو لونتربريز الفا ديسي دو كالكولي لو ريزولتا دو تيب دو برودوي بلا كونتابيليتي اناليتيك. عندي هنايا لي مونطون ديال لي شارج، هادي توتال، ولكن هادو بالنسبه لكل برودوي اكس وبالنسبه للبرودوي اي، وحتى بشحال كنبيع اكس وبشحال كنبيع اي. الوغ الا بغيت نكالكولي لو ريزولتا ديال شاك برودوي، غادي نجمع لي شارج ديال هادي، يعني 250 مع 90 مع 45 مع 15 اللي هي 400، وغادي نقصها من 280، غتعطيني انني كنخسر في هاد لو برودوي بقيمه تقريبا 120000 درهم. هاد لو برودوي اكس ديجاج واحد البيرت ب 120 درهم، الا شدينا 280 ناقص 400، يعني ما كنديروش توتال كنديرو ديتاي، 280 ناقص 400 بالنسبه للبرودوي اكس تعطيني بيرت ديال 120. باغ كونتخ بالنسبه للبرودوي ايكغيك راه رباح عندي بينيفيس، حيتاش لي برودوي يعني الفونت 370 موان لي شارج 300 كنربح فيه 70. ولكن الى لاحظتو فاش قلنا قبيله لونتربريز الفا اي ديجاج بيرت، علاش؟ حيتاش انني واخا كنربح في برودوي ايكغيك رباح قليل، علاش؟ غير 70000، حيتاش البيرت اللي عندي 120000، الى جمعناهم بجوج كيعطيني ريزولتا جلوبال بيرت. دونك هادشي اللي قلناه، هاي لو برودوي اكس زائد 70000 لو برودوي ايكغيك لو برودوي اكس عفوا ناقص 120000 ولو برودوي ايكغيك زائد 70000، الوغ توتال عندي انايا البيرت ناقص 50000. دونك هنا الى لونتربريز شنو غادير؟ طبيعة الحال تقول لك اسيدي انا كاع ما بقى عندي ما ندير بهاد اكس، الفو ايفيتي نحيدو ونيليميني هاد لو برودوي اكس باش ما نبقاش نديكاجي فيه الخساره، الى هاد لو برودوي غير كيخسرني ما عندي ما ندير به. لو برودوي اكس اي لو ريسبونسابل دو ريزولتا ديفيسيتير enregistré par l'entreprise d'une manière globale, il y en a 59. Les dirigeants peuvent prendre les décisions suivantes. Abandonner la fabrication de produits X. Abandonner. Le produit. Ou la remplacer par d'autres produits. Ou la augmenter le prix de vente. L'augmentation de son prix de vente. Ou la diminuer les charges de la production. Ou la minimiser les charges de la production. C'est bon. Les objectifs de la comptabilité analytique, عندي d'une manière globale. La gestion financière. La gestion financière qui est la comptabilité analytique pour l'établissement du tableau de financement. À partir de l'ensemble des éléments les qu'on t'arrive à l'éhom, le volet de l'évaluation des immobilisations la comptabilité analytique, soit la valeur d'acquisition ou la valeur de cession des immobilisations, ou le coût de production de l'immobilisation, alors qu'on t'arrive à l'éhom le tableau de financement. Mais là, tu crois avec la gestion financière, tu vois. Qu'on t'arrive à la comptabilité analytique à tenir في لا جيستيون فينونسيير او نيفو ديال لو شوا د انفيستيسمون. الا بغيت نختار واحد انفيستيسمون انايا لا ناتور ديالو ولا لو مود دو فينونسمون، راه اون اتيليزون لي دوني ديال لا كونتابيليتي اناليتيك في لو كوتي بريفيزيونيل. بطبيعه الحال كان ايطابلي واحد سيغتان نومبر ديال لي زانديكاتور لي هما نيسيسير بور بروندر لا ديسيزيون لي انا بغيت، وراه كنخدم على لو شوا د انفيستيسمون كيف ما بغيت. La gestion prévisionnelle de trésorerie, حتى هذا لو دومين اللي كاين في كونترول جيستيون حتى هو واحد لو دومين اللي هو يعني كومبليمونتير ولا يعني ماشي بارتيكولير في جيستيون فينونسيير بوحدها، انما كتعاونوا لا كونتابيليتي اناليتيك في ليتابليسمون ديال لي بريفيزيون ديال لي بيدجي ديال لي تريزوري كنخدم تايا بها. لا كونتابيليتي اناليتيك او نيفو ديال لورغانيزاسيون، باش نشرحها لكم يعني هادشي غتقراوه، راه كيقول لك انه مع انها ماشي بحال كونتابيليتي اناليتي جينيرال. جينيرال عند شي حاجه اللي عندها ليغال نورماليتي، ما عنديش فليكسيبيليتي، عندي ميثود دو ترافاي خاصني نبقى ديما خدام بها. عكس لا كونتابيليتي اناليتيك كاركتيريزي باغ اون سيغتان فليكسيبيليتي. جا الكونتابل ماروكي شنو قال لنا؟ قال لنا راه دون زين ايكونومي ليبرال نورماليزاتور كونتابل نو سوري امبوزي اون انتربريز دي ميثود داناليز، يعني في الاناليز ديال كونتابيليتي اناليتيك ما عطانيش دي ميثود شوازي، كيقول لك سولون لا بوليتيك لي استراتيجي والستركتور ديال لورغانيغرام ديال لونتربريز هو اللي كيحدد ليا لي ميثود دو فونكسيونمون. الوغ هنايا او نيفو دو لورغانيزاسيون لونتربريز هي حره في لي ميثود اللي تخدم بهم. بالنسبه فين مشينا؟ بالنسبه دابا نرجع عفوا اسمحوا لي على هذا الخطا التقني. دونك هنا عاوتاني
لا كونتابيليتي اناليتيك هي واحد لوتيل دو باز دو كونترول جيستيون. راه غتشوفوا بانه باش نميتريزي لا كونترول جيستيون خاصني ضروري كان 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 سميتو نخدم بلا كونتابيليتي اناليتيك. لوبجيكتيف ديال الكونتابيليتي اناليتيك هي تكون ديستيني ا تو لي ريسبونساب، ماشي بحال الكونتابيليتي جينيرال كتكون سبيسيفي غير بشي وحدين غير بشي ناس اللي كيخدموها. عكس الكونتابيليتي اناليتيك كاع لي فونكسيون ولا لي فونكسيونمون ولا لي سيرفيس ديال لونتربريز خصهم يكونوا عارفين بهذيك الكونتابيليتي اناليتيك اللي دايرين وسط الشركه. بيرتينونس ديال لي زانفورماسيون دوني بار لا كونتابيليتي اناليتيك، الملائمه ديال لي زانفورماسيون اللي كتعطينا لا كونتابيليتي اناليتيك من ناحيه الغوكلاسمون، من ناحيه لا كاليتي ديال لانفورماسيون، من ناحيه الريزولتا ديال الكونتابيليتي الى اخره. خاصها يكونوا هذوك لي زانفورماسيون اللي تعطاونا ليتيليزاسيون ديالهم لو سونس ديالهم يكون نون ريسكي على لونتربريز. اذا هادوما اهم لي كاركتيريستيك اللي عند لا كونتابيليتي اناليتيك. D'une manière globale, bah, je vais la comparaison entre la comptabilité générale ou analytique. Au niveau de la loi, qui est la hadith générale obligatoire, hadith facultatif. Vision de l'entreprise, hadith globale, qui est un résultat global, hadith détaillé, qui est le résultat. Horizon, c'est la comptabilité générale, tout ce qui est passé, on a dit, par exemple, le bilan, par exemple, la fin de l'année, par exemple, le journal, on a dit, les opérations, on a comptabilisé, et la fin. Par contre, la comptabilité analytique, tout ce qui est présent et futur, il y a des choses qui sont d'abord, et on a dit, on a les éléments prévisionnels, parce qu'on a dit, les estimations, et la fin. Naturellement, les flux observés, on a dit, la comptabilité analytique, on a dit, on a dit, l'environnement externe. Par contre, بالنسبه للكونتابيليتي اناليتيك tout ce qui est interne في l'entreprise كتشمل ليا بلي بروسيسوس ديال لو طرافاي اللي كاين وسط الشركه. بالنسبه لي دوكيمون دو باز اللي كتخدم عليهم لا كونتابيليتي جينيرال اكسترن، الاخرى كتخدم عليهم لي دو اكسترن اي انترن. بالنسبه للكلاسمون ديال لي شارج هنا بار ناتور، واش شارج ديكسبلواتاسيون، واش شارج financière ou à charge non courant. Par contre, la comptabilité analytique par destination, yani واش هذاك الشارج il est lié directement par le produit fabriqué, yani ce sont des charges directes par la matière première, par les main d'œuvre, ou là ce sont des charges les moins indirectes parce qu'on a droit à l'approvisionnement ou le transport et la rien, ce sont des charges les moins indirectes qui connaît la barra, mais la barra est moins indirect, mais le produit directement. Les objectifs de la comptabilité générale financière ou hadi économique, les règles hadi se sont rigides et normatives, yani khassak tebba la loi kima huwa bil harf. بالنسبه لا كونتابيليتي اناليتيك سوبل، كاينه فليكسيبيليتي، كاين هذيك ايفوليتيف، يعني ما كاينش داك ليميتي. بالنسبه لي زيتيليزاتور غير لي تير ولا ديريكسيون. بالنسبه للكونتابيليتي اناليتيك كيف قلنا تو لي ريسبونسابل اللي كاينين في لونتربريز يقدروا يخدموا لنا عليها. La nature de l'information que tu lina la comptabilité générale est précise, certifiée, formelle. Yani chi haja li yani garantie, ma kainch tcherchich kif ma kangolo. La comptabilité analytique rapide, pertinent et approchée de la réalité de l'entreprise. Donc, كان هذا هو الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. نتمنى تكون عجبكم الفيديو ديالي في البريزونطاسيون ديال لا كونتابيليتي اناليتيك. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نكملوا نهضروا على كيفاش كنتحولوا من لي شارج ديال الكونتابيليتي جينيرال لي شارج كونتابيليتي اناليتيك. غنشوفوا بزاف ديال لي زيكزيرسيس الى اخره. ما تنساوش هذه كانت شابيتر انتروديكتيف. كان معكم الاستاذ مراد الدر على قناه طالب قول مين. ما تنساوش كومونتير لايك الى عجبكم الفيديو، او بارطاج مع لي زامي ديالكم. الى اللقاء.